وأيضا ضمن فرضية المصادقة على نتائج الانتخابات فأن الكتل السياسية أو الإطار التنسيقي وكتله السياسية سيتحركون باتجاه الأمم المتحدة مجلس الأمن تحديدا، وفعلا هناك تواصل ما بين البعض من أعضاء مجلس الأمن وتحديدا الدائمين العضوية فيه وبين الإطار التنسيقي، فضلا عن التحرك عن مؤسسات دولية أخرى كالاتحاد الأوروبي. هناك متغير مهم جدا في الاتحاد الأوروبي، الموقف الأول الذي رفع عن نتائج الانتخابات، والموقف الأخير الذي صدر عن ممثل الاتحاد الأوروبي في بغداد.